كنت عايزة ايه؟ دي من ايه؟ دي من ام كام؟ معرفش والله، اخويا اللي راح اشتريها لي، ما بفهمش فيهم. بقولك هو فيه بكام يعني؟ يعني فيه بكام؟ اغلى حاجة بكام يعني؟ اغلى سماعات بكام؟ 350؟ معرفش والله. دي ب150؟ والله ما اعرف يا ابني، اخويا اشتريها لي كده خلاص. 4000 جنيه؟ احيس 6000 جنيه؟ 5000؟ ليه ليه سماعات اسمع عليها ايه؟ ده انا اسمع عليها نيلة. ايه ده ايه ده ايه ده؟ التليفون ايفون 1500؟ اعوذ بالله. الايربودز ب6000؟ لا حول الله يا رب. 6000 ايه يا ابني؟ احنا هنسمع عليها ايه؟ ده احنا هنسمع عليها كلام. عشان نقول شد وعشان نقول اعمله كتانيلة، مش عايزة اسمع، مش عايزة اسمع حاجة. انا اجيب تليفون جديد احسن. ايربودز ايه اللي ب6000 وب1000 وكلام من ده؟ جبت تليفون جديد. ايوه صحيح، مالها ام سلك؟ ما المشكله ان ساعات ببقى مستخدم الشاحن. اجيب تليفون جديد ان شاء الله، باذن الله ان شاء الله ربنا يكرم باذن الله، واجيب تليفون جديد في يوم من الايام. فلاحه قطعه فلاحه قطعه قطعه ايه؟ والله ما قطعتش حاجه. النبي جد ما حد ناقصك، افكني منه. حاضر حاضر يا مشرف، حاضر يا مشرف، يا سعادة البي يا مشرف. ما دام انا فلاحة بقى. انا سعد. اهلا يا سعد. والله محتاجة اجيب شوية مكياجات، عايزة اجيب ماسكارش خلصت، عايزة اجيب ماسكارا، وعايزة اجيب روج، وعايزة اجيب شوية ماسكات. لا عايزة ابضع. لا 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 لا، انا مقصرة في حق بشرتي قوي حقيقي. احنا موافقين على فلاحة بس قطع. لا ايوة لا انا مش قطع. اعملي تحدي. قالي انا بتكسرني توكس كتك وكسة. مش لاقي حد اطلع معايا يا اسطى، ما حد يبعت لي بقى. كم سنة من كم سنة وانا ميال ميال، وفي حبك انا مشغول البال. مش هبعت يعني ايه؟ مش هبعت على ايه؟ مش تبعت ايه؟ لا بتتكلمي ولا بتسلمي. كل يوم بلاقيكي في حاجة لازم تحليها عشان خاطر معجبينك. السماعات. اوكي اوكي حق المكياج. افتح اغنية. ما انا خايفة افتح اغنية النت يقطع. والله عندي هس هس. بشرتي. ايوه ايوه